دي طريقة تسمية الفاميلي حسب البيم ستاندرد مانوال لدازني اللي هي تبع نيويورك. بيقول لك ان اي فاميلي هتكتب لي فانكشن تايب، يعني دي نوعها ايه، مثلا اير هاند جونت، سب تايب لو فيها اكتر من نوع فتكتب مثلا فيرتيكال، بعد كده تكتب اسم المصنع او اسم الشركة اللي منتجة ليه، وبعد كده وصف ليها تمام، وبعد كده لو عايز تكتب وصف اخر، وبعد كده دوت ار اف اي. ده الامتداد الخاص بالفاميلي. لو انت شغال عليه برنامج اخر غير الريفت تقدر تخلي اي امتداد هنا، مفيش اي مشكله خالص. طيب دي في نفس الورقه بنلاقي ان هو بيوصف الملفات، بيقول ان انا عندي ملف دي دبليو اف تمام، ده على اساس ان انت تشوف الشغل وتعمل عليه كومنتات. يعني عندي دبليو جي اللي هو بيبقى كده تقدر تعدل عليه زي ما انت عايز، دي دبليو اف مجرد تكتب كومنتات او تكتب بعض التعليقات او تحط بعض المشاورات. ال ان دبليو سي ده تبع نفس وركس اللي بيصدر من الريفت اوتوماتيك، ولما نبدا نشتغل عليه هو بيعمل لي ملف ان دبليو اف، واي تعديلات بتبقى على الملف ال ان دبليو اف ما تبقاش على ال ان دبليو سي. ان دبليو سي ده اللي مصدر من الريفت اوتوماتيك اللي هو بيبقى فيه نفس الشغل موجود في الريفت. ال ان دبليو اف بنبدا بقى نزود مثلا جدول زمني، نبدا نعمل كلاشات، نبدا نعمل مثلا حصر، فكل الحاجات دي تبقى على ملف ال NWF.